السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من مساء الخير يا مغرب مباشرة على شدا تيفي على بركة الله. اليوم غادي نتكلموا على جوج ديال المواضيع اللي تنعتبروها مهمة جدا. الموضوع الأول مرتبط بالاقتصاد الوطني مع جائحة كورونا، ما المخرج؟ شنو السبيل؟ كيفاش غادي نديروا حتى اننا غادي نتجاوزوا هذه الازمه اللي كاينه اقتصاديا في المغرب، كاينه في العالم كامل، وبالتالي المغرب متاثر بها بطبيعه الحال وعجله الاقتصاد وقفات. شنو الحلول الممكنه؟ هذا الشيء غادي يكون ان شاء الله مع السي سعيد أمغدير، خبير في الشؤون الاقتصاديه ومدير شركه استشارات ماليه. في الموضوع الثاني غادي يكون غادي نتناولوا فيه ان شاء الله قضيه الامتحانات البكالوريا. امتحانات البكالوريا كيف ما تتعرفوا مؤخرا خلال اليومين الاخيرين شفنا فيديوهات ديال الوليدات تيبكيو ومستائين من جوج ديال المواد اللي هي الفيزياء والرياضيات. قالوا لك صعبوا معنا وقصحوا معنا بزاف، حتى ان شفنا اولياء الامور اللي تيبكيو وخايفين على مستقبل وليداتهم بالنسبه لهاد المرحله ديال البكالوريا. غادي يكون معنا عادل سنينة، هو استاذ ماده الفيزياء والكيمياء وحاصل على الدكتوراه في هذه الماده. وفي اخر الحلقه غادي يكون معنا هشام بن جلون وضيفه ديالو سعيده فكري ان شاء الله. يلا نمشيو مباشره للبدايه والملف الاول او الموضوع الاول اللي غادي يكون معنا فيه سعيد أمغدير. نرحبوا به اولا ومن بعد نمشيو نشوفوا التقرير اللي داروا عبد الحميد بن يحيى. سي سعيد، شكرا لكم على الاستضافه ونتمنى نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله ونجاوب على الاسئله اللي كيتسناوها المغاربه كلهم ان شاء الله. ان شاء الله سي سعيد أمغدير، بقى معنا والمشاهدين الكرام. غادي نمشي نشوفوا واحد التقرير اللي داروا الزميل عبد الحميد بن يحيى حول الازمه الاقتصاديه في زمن كورونا بالمغرب، وما هي الاحتمالات والاسئله المطروحه للخروج من هذه الازمه. التقرير. بقرار من أعلى سلطة بالبلاد وبشكل تشاوري حفاظاً على صحة البشر، أوقف المغرب اقتصاده بشكل مفاجئ وعنيف جراء تداعيات أزمة وباء كورونا. تمخضت الأزمة بعد أن توقفت المقاولات عن الإنتاج وتوقفت معها مجموعة من العمال والمهن الحرة، ما جعل مداخيل السكان تتراجع ليطلب المخرج السريع. تدخلت الحكومة من أجل معالجة الأزمة عبر شقين بالاستعانة بصندوق تدبير جائحة كورونا الذي وضعه جلالة الملك محمد السادس كخيار تدبيري للأزمة. فمن جهة حاولت الحكومة أن تجد حلولا للمقاولات ودعمت المواطنين من جهة أخرى. في بداية الجائحة أطلق المحللون والخبراء خطابات إنذارية يدعون أن ما قبل كورونا ليس كما بعدها، فإلى جانب ضرورة تدخل الدولة في القطاعات الحيوية من أجل إعادة الاعتبار للخدمة العمومية والقطاعات الأساسية التي لاحظ الجميع أهميتها وعلى رأسها الصحة العمومية والتعليم والبنيات التحتية، سيكون على الحكومة النهوض بالقطاعات الاقتصادية المتضررة عبر اعتماد قانون مالية معدل. قالت الحكومة بعد أن وضعته إنه يهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. تدبير الأزمة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قد يمر عبر مراحل معقدة،
وإكراهات قد تلزم الدولة بالبحث عن تمويلات مواكبة أو اللجوء عبر الاستدانة إلى العملة الصعبة، خاصة أن جميع موارد المملكة تضررت، سواء تعلق الأمر بالتصدير أو مداخيل السياحة أو تحويلات مغاربة الخارج الذين يوجد أغلبهم في الدول الأوروبية المتضررة. ليبقى السؤال، ألن يرهن الدين الخارجي إن تم اللجوء إليه مستقبل التنمية في البلاد؟ وهل من سبل أخرى لإعادة قطار الاقتصاد الوطني إلى سكته؟ شكراً عبد الحميد بن يحيى على هذا التقرير، ومن خلاله ربما نصوغ السؤال لضيفنا الكريم سعيد أمغدير، خبير في الشؤون الاقتصادية مدير شركة استشارات مالية. السلام عليكم مرة أخرى سي سعيد. سي سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا على الاستضافة. العفو سي سعيد. العفو، مرحبا، شكرا لك على تلبية الدعوة. سي سعيد، الآن توحد ما تختلف بأن المغرب كباقي دول العالم تمر من أزمة اقتصادية خانقة جدا اللي ممكن أنها تبقى طويلا، رغم ولو أن كورونا مشات وما بقاش، غادي تبقى الأزمة والتداعيات ديالها قوية. كل القطاعات تأثرت بدون استثناء، شنو الخيارات في نظرك أنت كخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير شركة استشارات مالية، شنو الخيارات اللي عند المغرب الآن على أساسها ممكن يوقف شوية الاقتصاد دياله؟ شكرا على هذا السؤال، لأنه سؤال وجيه واللي الآن جميع شرائح ديال المجتمع كينتظروا يعني إجابات قوية من لا من الحكومة لا من البرلمان لا من المتتبعين لا من الشباب المغربي. بغيت نأكد على واحد النقطة، أنه يعني رئيس الحكومة كان دخل اليوم في واحد اللقاء وبين أن هناك بعض المخططات لدفع العجلة ديال الاقتصاد إلى غاية 2021، هذا شيء جيد، وكذلك واحد المخطط للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط. هاد المخططات مزيان باش تكون الآن، باش تكون عندنا واحد الرؤية، يعني خصنا نوصلوا لواحد المرحلة تكون نوضحوها مزيان ونعرفوا شنو هما الآليات اللي غادي نستعملوهم باش تماما نوصلوا لهاد النتيجة. وزير المالية كان يعني في التدخل ديالو في البرلمان كان زعما دخل بواحد الطريقة شفافة، أن الأمور عندنا واحد أزمة، عندنا مشكل، يعني المغرب غادي يتضرر، عندنا النمو غادي يهبط تقريبا واحد 5%، عندنا العجز ديال الميزانية تقريبا واحد 5.7%، يعني الاقتصاد الوطني تضرر. الآن شنو هما المسائل اللي ضروري نأكدوا عليها باش يمكن لنا نخرجوا من الأزمة؟ يعني كاينين بزاف ديال الأفكار، وأول فكرة هي الأولويات، كيف بحال المنزل ديالنا فاش كتكون الأزمة ما يمكنش لنا نبقاو يعني نستهلكوا بنفس الطريقة قبل الأزمة، يعني كيكون واحد الطريقة معقلانة في الاستهلاك. كذلك في الدولة هناك واحد القطاعات اللي لازم ندعمهم لان هما اللي يحركون الاقتصاد الوطني، وهنا كنخص بالدور يعني كنتكلم على الشركات الصغرى والمتوسطه اللي كتشكل اكثر من 90%، وكاين واحد مجموعه من العائلات كيعيشوا مع هذه الشركات. هذه الشركات هذو الان خصنا ندعمهم، كاين هو داك الدعم اللي درناه في ديال ضمان اكسجين، يعني باش نعطيهم السيوله اللازمه باش يكملوا يعني يشتغلوا بواحد الطريقه سليمه، ما يفرطوش في الناس اللي كيشتغلوا عندهم، وكذلك يردوا الصحه ديالهم، يعني خصهم يخدموا الناس ويراعيوا لهم الصحه ديالهم. جوج ديال النقاط مهمه. عندنا النقطة الثانية وهي الأفضلية الوطنية. الأفضلية الوطنية مهمة جدا، وأنا كنت كنتمنى أن هذه الأفضلية الوطنية تكون عندنا ديما، ماشي غير في كورونا، حتى من بعد كورونا تبقى معنا ديما. علاش هي الأفضلية الوطنية؟ يعني عندي شركة مغربية، عندي شباب مغربي كينتج، نعطيه هو الأولوية، هو اللي غادي ندعمه، هو اللي غادي نخدم به، لأن هذاك هو اللي غادي يجيب لي يدور لي الحركة الاقتصادية ويشغل لي الناس، وممكن باش من بعد إن شاء الله نبداو نصدروا. دونك الأولوية الوطنية مهمة جدا، أو الأفضلية الوطنية، وهذه الطريقة ديال الأفضلية الوطنية كنلقاوها كاينة في الصين،
كاينه في تركيا تبارك الله. هاد الاقتصاد كلهم يعني كبروا بواحد الشكل كبير، يعني النمو الاقتصادي جد مهم. علاش؟ عندهم الحس الوطني والافضليه الوطنيه. وكنظن ان كورونا من بين زعما التهديدات ديالها اللي وقفت لنا الشغل بعض القطاعات وداكشي، ولكن تنقول من الفرص اللي تحتنا كوفيد 19 او كورونا هو العوده الى جوهر اللي هي الافضليه الوطنيه. سي سعيد هذه الافضليه الوطنيه مهمه جدا. واش ممكن نقولوا بانه ربما المثيل ديالها ولا الشبيه ديالها هو برنامج مقاولتي اللي تدعم الشباب والمقاوله المغربيه المحضه 100%؟ هو هناك تكامل. بحال دابا برنامج انطلاقه اللي عنا عليه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، واللي واحد صندوق الدعم ب 10 ديال المليار ديال الدرهم باش يساهم الشركات الصغرى والمتوسطه. هذا كان واحد الدفعه قويه باش نقول هادشي قبل الكوفيد 19، يعني قبل الكورونا، اننا بغينا ان هاد الشركات تخلق ثروه، تخلق الشغل للشباب المغربي. لان لاحظتوا ان فاش نقول لك مثلا ان النمو غادي ينزل ب 5.7% يعني النمو غادي يرتفع 5%، راه هذا كيعني اننا ما يمكنش لنا ان نخلقوا فرص شغل ولينا يعني في ناقص. وبالتالي هاد الشركات خصنا ندعمهم باش يخلقوا لنا فرص شغل للشباب المغربي. ونقطه فاش كنقول الافضليه الوطنيه، يعني ها هما هاد الشركات دعمناهم، ماشي نجي من بعد وبغيت ندير شي مشروع نشتغل مع شركة أجنبية ونخلي الشركة المغربية. يعني فاش كنديروا داك طلب العروض أو لا كنخرج بغيت عندي واحد المشروع بغيت نقوم به، نعطي الأفضلية لهاد الشركات المغربية لهاد الشباب المغربي قبل ما نمشي لعند الشركات الأجنبية. وحنا كنا لاحظنا كاين بعض مجموعة الشركات كيكون عندك شركة مغربية كما مثلا هادشي ديال اللوجيستيا ديال الإعلاميات، كاين مثلا ما تيفوتش 100 مليون درهم، يعني واحد 100 مليون ديال السنتيم، وكنخلي هاد الشركه المغربيه رغم انها فيها الكفاءه وفيها داك الشيء اللي غادي يخصني، وكنمشي نشري واحد يعني من دوله اخرى، من دوله اجنبيه بواحد الثمن باهظ. هذا انتهينا منه. اي عمليه ديال الاستثمار كتفوت 30 مليون ديال الدرهم الا خص وزير الماليه يصادق عليها، لان الاولويه غدار الاولويه او الافضليه الوطنيه هي اللي غتحكم في طلب العروض في المستقبل. نعم سي سعيد، وهاد النقطه اللي قلتي راه مهمه جدا، وكنت دائما تنتكلم عليها في البرنامج الاذاعي برلمان الشعب، هو انه علاش من علاش نمشيو حنا دائما لبعض الاشياء اللي ممكن يديروها لينا مغاربه وشركات مغربيه، وحنا تنمشيو تنقلبوا على شركات فرنسيه ونقلبوا على شركات بريطانيه وغيرها مثلا اللي معروف عند المغاربه وقفنا عليه حنا شحال من مره كصحفيين. الدراسات ملي شي بعض المرات بعض الادارات تتبغي واحد الدراسه معينه لواحد المشروع ما تتمشيش واحد المكتب ديال الدراسات، ما نقولش كاع الادارات ولكن كاينين، ما تمشيوش لمكتب دراسات مغربي، تمشيو لمكتب دراسات اجنبي اللي غادي يدير لهم دراسه ب 500 مليون 600 مليون، في حين ان المكتب دراسات المغربي غادي يدير لهم مثلا ب 200 مليون 250 مليون. تمشيو تفضلوا ديال 500 600 مليون. انا تنبغي نعرف ما الفرق ما بين هذا الطاقم التقني اللي كاين في شركه او اللي كاين في مكتب دراسات مغربي والاخر اللي كاين في بريطانيا ولا في فرنسا. هو سانيريتاج، يعني واحد الورث ورثناه من الاستعمار. حنا ديما كنشكوا في القدرات ديال 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 الشباب المغربي وديال القدره ديال الشباب المغربي في الابداع. هذه الفكره اللي كانت عندنا قبل الكوفيد 19، انه ديما داك الاجنبي هو اللي تفكر مزيان وهو اللي يقدر يدير هذا المشروع، وهذاك المغربي ما يقدرش يدير هذاك المشروع. وبالتالي ولاو المغاربه ديالنا هي فاش لاحظنا ان بزاف ديال الشباب المغربي كيمشي للهجره كيمشي للخارج، وبالتالي هو نيت كيكون في واحد الشركه اجنبيه وكان شري من عنده نفس المنتوج، هو صحيح. نفس العقل هذاك الشاب، وكنشري بواحد الثمن باهظ، كان يمكن لي نستثمر عليه في المغرب. ولكن راه تنقول ان هاد التهديدات ديال كوفيد 19 هذه هو النقطه ديال التحول عندنا في المغرب. صحيح. اننا الشباب المغربي نستثمروا فيه، وبالتالي اسمح لي انا غادي ندير دراسه، ندير الاولويه او الافضليه الوطنيه هي الاولى، والا ما كانش عندي الافضليه الوطنيه ما لقيتش الشباب المغربي عنده هاد الكفاءات وما يمكنش يدير هاد التجربه، ندير طلب للوزاره هي عادي يمكن لي نمشي للخارج. وهذه هي الافضليه الوطنيه، وهذاك الشباب المغربي لاحظنا تبارك الله كنلقاهم في لانازا، كنلقاهم في ماليزيا، كنلقاهم في يعني في الدول الاوروبيه في المانيا، شباب مغربي
عنده كفاءات. خصنا دابا الان مع هذه الجائحه كيفاش يمكن لينا نرجعوا هذوك الكفاءات بواحد الطريقه معقلانه ويخدموا معنا لنكتسب واحد التجربه كبيره في الخارج ويمكن لنا نستعملوهم في الداخل بواحد الطريقه ذكيه، وبالتالي حتى هما نعطيهم داك الفرصه انهم يفرضوا الوجود ديالهم ويستافدوا من هذا الخيرات ديال البلاد، لان ما الخيرات ديالنا ما خصهاش في الخارج، الافضليه للشباب. ومن بعد ما لقيناش الكفاءات في الداخل كنفهموا مشوا للخارج ديك الساعه، ولكن الافضليه الوطنيه خصها تكون حاضرة بقوة، ولكن ماشي غير في هذه الفترة ديال كوفيد 19 خصها قديمة بعد. صحيح. لأن المغرب صحيح حتى ما بعد كورونا ان شاء الله، ونكون وتكون ركيزة من الركائز ديال بلادنا باش في الاقتصاد باش نأهلوا الاقتصاد ديالنا. قول لي السي سعيد، في حالة ما نفترض ان الامور ما نجحاش بالشكل اللي بغينا على المستوى المحلي والاقتصاد المحلي، واننا ندوروا العجله ديال الاقتصاد المحلي وندعموا المقاولات الصغرى والمتوسطه اللي تخدم الناس الى اخره، في حاله ما توفقناش لسبب او لاخر ونتمنى الا يكون ذلك، الاقتراض او الدين الخارجي نمشيو نقترضوا من البنك الدولي ولا واش هذا في صالحنا اننا نمشيو نقترضوا من او نمشيو نعتمدوا على الدين الخارجي باش نحركوا الاقتصاد الوطني؟ وهو هذه النقطه ديال الدين الخارجي اللي كيكون هو واحد يعني غير واحد طريقه ديال التحوط كنقولوها كوفيرتور. هذا التحوط هو الوالد بنك المغرب تبارك الله عليه واحد يعني بواحد الطريقه سليمه، كان عندنا واحد تقريبا واحد 4.5 مليار دولار، كان عندنا جوج ديال النقاط، كان عندنا واحد خط ديال الائتمان والسيوله من عند صندوق النقد الدولي الايفيمي، وكان يعني واحد الخط اللي كان ديما عندنا في يعني في 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 في, في قانون الماليه، هو استعملوا داروا كاحتياط، وكاين واحد 270 مليون ديال الدولار خط وقائي ضد المخاطر، دونك وقعت المخاطر الكارثيه اللي هذا كيعطيه البنك الدولي. هاد جوج ديال النقاط خداهم يعني الوالد بنك المغرب يعني وزير الماليه، حطوهم في الجنب، يعني على الاقل عندنا 6 شهور ديال الاستيراد في المغرب، يعني حافظنا على هذيك 6 شهور باش يكون عندنا تكون عندنا السياده ديالنا الوطنيه، باش الا كان عندنا شي احتياج من الخارج على الاقل عندنا السيوله اللازمه بالعمله الصعبه. هذا الجانب، هذا دونك هذا الشق يعني ديال الدين، ولكن انا غير متفق لانه لاحظنا انه خصنا اننا نثقوا في الكفاءات المغربيه، ضروري نثقوا فيها ونساندوها. هنا غادي ندير واحد النقطه ديال صندوق الضمان المركزي. صندوق الضمان المركزي لاحظتوا انه الحمد لله مع التضامن ديال المغاربه وصلنا في صندوق ديال جائحه كورونا تقريبا واحد 33 مليار، كنا صاحب جلاله كان عطى التعليمات ديالو باش نكونوا 10 مليار ديال الدرهم، وصلنا 33 مليار ديال الدرهم. فهذيك 33 تقريبا خينا 25 مليار انفقت، كاينه النفقات، كاين واحد 5 ديال المليار دات واحد صندوق الضمان المركزي لمن لهاد الشركات الصغرى والمتوسطه. الطريقه الثانيه اللي خصنا نديروا بها هذاك صندوق الضمان المركزي، وراه شار لها وزير الماليه في التقديم ديال يعني القانون الماليه التعديلي، انه هذا الصندوق الضمان المركزي خصو اعاده يعني تركيبته واعاده الاستراتيجيه ديالو والحكمه ديالو، لانه غيولي بحال واحد شركه مساهمه، هو غادي يقدر يدخل في الشركات الصغرى والمتوسطه اللي ما قدرتش انها تخلص الدين اللي عليها الابناك، وبالتالي هو خصو يدخل في هذا الراس المال ويعاون هذيك الشركه باش تخرج من داك الازمه ديالها وتطور. هنا غيكون الاقتصاد الوطني قوي، لاننا عندنا شركه وطنيه تابعه للدوله، وبالتالي هي داخله في يعني في الكابيتال يعني في راس المال هذوك الشركات باش تدفعهم باش يخلصوا. وحنا لاحظنا انه في الازمات الحمد لله المغاربه كيكونوا في المعيد، يعني فاش كتكون شركه، لان الشركه اليوم اي شاب عنده في راسو واحد 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 التخيل تيقول لك اودي انا بغيت ندير مثلا الانتيليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الحمد لله لاحظنا انه مثلا الكليه ديال لو سي بي ديال بن غرير تبارك الله، يعني شباب جد واحد الثروه شبابيه كاينه، وهاد الشباب غاو يديروا مثلا اختراعات، غادي نواكبوهم لاننا كنثقوا فيهم، وبالتالي هذوك الشركات كدعموا الفلوس لان خصهم غير التمويل،
وإذا كان شي مشكل في التدبير، هذا صندوق الضمان المركزي يعني فاش غيتحول لواحد الشركه مساهمه غادي يمكن يوجه هذاك الشاب باش انه ينتج ويكون الانتاج ديالو يتصدر للخارج ويستافدوا به بعدا في المغرب هو الاول، لان المغرب راه من طنجه للقويره، يعني الاقاليم الجنوبيه محتاجانا، الاقاليم الشرقيه محتاجه يعني نلبي الحاجيات ديال الاداره المغربيه، لان حتى هي خصها تدوز في الديجيتاليزاسيون في الرقميه وخصها تطور. لان هنا واحد النقطه الله يخليك مهمه، انه المقاربه التشاركيه ركز عليها وزير الماليه. شنو هي المقاربه التشاركيه؟ المقاربه التشاركيه هي اننا كنديروا الثقه في جميع الفاعلين في البلاد، ولكن في نفس الوقت تنقول لرئيس كنقول لوزير الماليه كان عندنا واحد الماليه تشاركيه، لاننا كنشتغل في هذا الميدان كذلك، لان تعطلت عندنا في المغرب لمده 7 سنوات. واش يمكن لينا قانون مثلا ديال التامين انه ياخذ 7 ديال السنوات باش يمكن لنا نخرج واحد صناعه ماليه جديده؟ وحنا حنا كنبغيو اننا نزيدوا في يعني في الشمول المالي لانكليزيون فينانسيير، بغينا كاع المغاربه يكون عندهم حسابات في الابناك، بغينا كاع المغاربه يكون عنده لا روتريت ديالو، يكون عنده التقاعد، يكون عنده الحمايه ديال الوليدات ديالو، يكون عنده السنس ديالو، بغينا هاد الناس كاملين يدخلوا في الشمول المالي. وبالتالي فاش كنهضروا على الاداره لازم ما بقاش عندنا الاختيار، لازم ان الاداره يعني تدوز للديجيتاليزاسيون تقدم، ولازم انها تساير، والقوانين المغربيه ما خصهاش تفوت 6 شهور على الاقل عام يعني سنه. ولكن باش كيكون القانون كياخذ 7 سنين راه كيخلق واحد النوع ديال يعني واحد الاضعاف ديال هذوك الشباب اللي كينتظروا، لان خلقنا دكتورات خصنا لي ماستر في الفينانس بارتيسيپاتيف، وهاد الشباب هادو بغى يشتغل، ولكن خص الدوله المغربيه والحكومه انه يخرجوا القوانين في الوقت ديالهم ويساندوا هاد الشباب. وراه لاحظنا ان صندوق الضمان المركزي كاين تعليمات الساميه لصاحب الجلاله واضحه، خصنا يعني معدل النمو يكون مرتفع باش نخلقوا الشغل للشباب، لازم اننا نطوروا ونخترعوا مسائل جديده باش يمكن لينا ندفعوا البلاد للمستقبل. ما عندناش اختيار، هذا امتحان كبير خصنا ننجحوا فيه كاملين بمقاربه تشاركيه، بمقاربه اللي كتدخل جميع الاحزاب السياسيه بكل الوانها. احنا ما الحزب السياسي اللي عندنا مهم عندنا في المغرب سميتو الله الوطن، وخصنا نشوف هذا الاتجاه. صحيح. شكرا لك سي سعيد أمغدير، شكرا، تحياتي وشكرا لك على كل هالتوضيحات. سعيد أمغدير خبير في الشؤون الاقتصادية ومدير شركة استشارات مالية. إذن المجمل ديال هادشي اللي قال لنا السي سعيد هو فكرة واحدة، كل ما قالوا تنبني على فكرة واحدة، هو أنه خصنا نثيقوا في شبابنا، ندعموا مقاولاتنا، ندعموا أفكارنا، ندعموا عقولنا، احنا المغاربة، احنا بنسائنا وبرجالنا، نتيقوا فينا احنا، نتيقوا في عقولنا احنا، نتيقوا في إراداتنا احنا، نتيقوا في نفوسنا احنا، نطوروا شركاتنا احنا، منتوجنا احنا، والاقتصاد ممكن يكون في غنى على الدين الخارجي إن شاء الله. يلا، ربما ضارة نافعة، ربما جائحة كورونا غادي تورينا بزاف الحوايج اللي غادي نديرو، ربما تقدر تفيقنا من النعاس، ربما بزاف ديال الامور وتراسي لينا الطريق اللي غادي نمشيو فيها باش نكونوا دوله قويه ان شاء الله. يلا بعد